ليلة مغربية خالصة شهدتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، باستضافتها للمرة الأولى عرض أزياء خاص بالقفطان المغربي، والذي نظمته غرفة الصناعة التقليدية بالرباط، في إطار الأنشطة التي تقوم بها المملكة المغربية لتقريب الثقافات ما بين الدول الأفريقية. تفعيلا لسياسة صاحب الجلالة نصر الله محمد السادس أننا نشتغل مع سائر الدول الإفريقية جنوب جنوب، وهذا الشهادة هو وهذا جاء في إطار هذا أننا نقوم بهذا الاحتفال هذا اللي هو معرض القفطان المغربي، لكي نبرهن للعالم وخصوصا الدول الإفريقية أن القفطان المغربي هو قفطان مغربي محض. إذن هذه التظاهرة اللي تنظمت الآن في أديس أبابا لمدة أسبوع هي تظاهرة لعرض يعني الصناعة التقليدية المغربية وكذلك القفطان المغربي الأصيل. فبالنسبة لنا هذه التظاهرة تعتبر من بين يعني الأنشطة التي نقوم بها يعني تقارب الثقافات ما بين الدول الإفريقية. العرض ضم مجموعة كبيرة من مصممي الأزياء المتألقين، قدموا خلالها لوحات فنية نسجوها من خلال عرضهم لتصاميم متنوعة للقفطان المغربي الأصيل، وتصاميم تزينت بالنقوش العصرية. احنا فرحانين سعداء جدا بتواجدنا في أديس أبابا في إثيوبيا، وكنحب نشكر غرفة ديال الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا اللي تحتنا هذه الفرصة بأننا نجيو لعندكم لأديس أبابا ونعرضوا القفاطين ديالنا والمنتوجات ديالنا اللي هي احنا كنفتخروا جدا باللباس المغربي الأصيل اللي استمر لعدة سنوات لمئات السنين ولازال مستمر الحمد لله بإبداعات جداد وبأشكال جديدة. حضور رسمي وشعبي إثيوبي كبير شهده عرض القفطان المغربي بمشاركة واسعة من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في أديس أبابا، وإلى جانب العديد من المهتمين بالشأن الفني. خريطة المملكة المغربية التي صممتها أنامل الصانع المغربي هي الأخرى أضفت لمسة من الإبداع والتميز. هذه التظاهرة المغربية الأولى من نوعها في أديس أبابا، والتي من خلالها تم عرض الزي النسائي المغربي عبر لوحات القفطان المغربي، تهدف للتعريف بالموروث والثقافة المغربية. أحمد رياض، ميديا، أديس أبابا.